سلامة انت طول الغيم وعذوق النخال والطير تزف بالشموس من النفوس الشيخ الغالي. هلا يا اللي من جديد حياكم الله مشاهدي الكرام في الجولة الثالثة من الحلقة الخامسة عشر من المسابقة الشعرية الكبرى سلامة سلطان، والتي يرعاها ويدعمها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان المستشار بديوان سمو ولي العهد. وقبل بداية هذه الجولة والارتباط ضيفنا الشاعر الكبير والقدير مستور العصيمي، أنتقل إلى زميلي عناد خلف. يعطيك العافية فهد، ورحب بكم مجددا مشاهدين الكرام في الجزء الأخير من الفقرة الحوارية، ورحب بضيفي هنا لهذه الليلة الشاعر الكبير مستور العصيمي. أبو تركي، راح نتكلم عن الإعلام. الإعلام كيف ترى خدمته لشعر المحاورة؟ نرى بعض الصفحات أو عدد من الصفحات في المجلات مخصصة لشعر المحاورة، كيف ترى عمل هذه الصفحات؟ هل هي خدمت شعر المحاورة؟ والله الإعلام نحو المحاورات وما يدور حولها فيها المفيد وفيها العكس. أيهم أكثر؟ أيهم ترجح كفته؟ والله أنا يعني في نظري أنصح الجمهور الكريم الابتعاد عن العنصريات وعن الفوضات. واليوم الشعب أصبح أسرة واحدة، جميع قبائل الجزيرة والمملكة بالأخص أصبحوا يعني مترابطين فيما بينهم. جميل. هذا صاحب هذا وهذا نسيب هذا وهذا، صح. ويعني صحهم بالابتعاد عن العنصرية وال... أنت تشوف أن المجلات لها يد في هذه العنصرية؟ ما في شك، في المجلات وفي وسائل الإعلام المسموعة والمقرية. نعم. ما يختلقون بعض الإشارات اللي تسبب؟ في اختلاف وفيه يعني حاجات ما ودك أنك تسمعها. جميل. العصبيات هذه، صحيح، هذه انتهت وانتهى وقتها. واليوم العاقل يعتبر أن المملكة كلها أسرة واحدة. جميل جميل. أبو تركي، بالنسبة للتعاطيك أنت شخصيا مع الإعلام، تهتم أنك تظهر في المجلات أو في اللقاءات وفي التصريحات أو ما لك كتمة؟ ما هو مهم عندي، يعني مو أولوية عندك؟ ما هي أولوية. نعم. تهتم في أنك تشوف بعض لقاءاتك أبو تركي بعد ما تسوي اللقاء، تهتم أنك تتابع تشوفه، تشوف ردود الأفعال؟ طبعا، هذه من ناحية لازم تشوف إذا كان عندك غلطات أو كلمة أنك تأسفت أنك ما قلت كذا. جميل. هذه يعني تراجع نفسك في بعض. نعم. أبو تركي، بالنسبة لوسيلة الإعلام سابقا الوحيدة عندكم اللي هي الأشرطة الكاسيت اللي كانت تنتشر لكم، إلى الآن أبو تركي تستمع لها؟ تحرص أنك تجيب محاوراتك القديمة وتستمع لها؟ والله إنها نادرا، حسب الفراغ، حسب الفراغ. إذا كان عندك فراغ تقضي وقتك ساعة ساعتين على ما سبق، تذكر وين كانت هذه، وتذكر الوقت اللي قيلت فيه. جميل. يعني تتشوق وقتها؟ طبعا. جميل. ولا يزال لذا الحين نردد الأشرطة القديمة لجل نتذكرها، لها اللي ماتوا الله يرحمهم. الله يرحمهم. والحيين الله يطول في عمار. اللهم آمين. تركي، فترتكم كانت من أجمل الفترات، كلمة أخيرة في نهاية هذه الحلقة. كلمة الأخيرة، أشكر قناة المرقاب والقايمين عليها، ونتمنى لهم التوفيق وللقناة. جميل. الشاعر الكبير مستور العصيمي، ألف شكر لك على تواجدك معنا لهذه الليلة. لا، شكرا على واجبي. عودة إليك مجددا زميلي فهد. فهد تفضل. ألف شكر يا عناد، الله يعطيك العافية، عودتنا دائما أن يكونوا ضيوفك من العيار الثقيل أمثال الشاعر الكبير والقدير مستور العصيمي، وأنت أيضا مذيع من العيار الثقيل، علشان ما تزعل أبو خلف. الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. الجولة الثالثة على بركة الله. محمد بن مخلد الذيابي تفضل. الهجوس اللي لها مدة تداحم في الحناية، ودي أسرج خيلها فرض الخيال المجري هدة، لين أوردها قراح حلمة مثل ورد الضماية، وبهج اللي باح صبره من عناه وباحسد. غطر فيها مملكة عبد الله بكل النحايا، من شمال اليا جنوب من الخليج البحر جدة،
يا رتس المولى من أصحاب الفتن وأهل النوايا كلنا لك بمرخون وراه جنود مستعدة. فرحي برجعة ولي العهد محمود السجاية يوم ربي بالسلامة والشفاء للدار رد. سيدي ظل اليتامى والفقارة والونايا عوم من ضاقت بهالدنيا وصار الوقت ضد. والله إنه غيثنا بخير الشمل كل البرايا جود كفه يتبع العداد ما يقدر يعد. فزعت اللي في زمان البينجر اللي رزايا شال ما لا يستطيع الانجور الحمل هد. في بحر جوده يموت الفقر وتجود العطايا وفي بحر عطفه يطيب الجرح من جزره المد. سيفنا مجرب على وجه الوطى ما لحلايا صار من لتبرة القالات تصغر تحت حد. رجعتك عيد صفى نوره على مدن وقرايا قام شعبك منه يستمدي غلاك ويستمد. جعل مصابك يا ابو خالد طهور من الخطايا الله انه يحفظك من كل باس وكل شده. قلتها ويقولها شعبك ويهديك التحايا الله يتمم شفاك وعمرك بجوده يمد. مشاعر شاعر شوقه مسوي بالسوايا كل ما تطري عليه يفز لك قدر وموده. جاي سوق الشعر لك يا سيدي سوق المطايا وده يوضح غلاك وده وده. شكرا ابو بدر. وجولتنا التحكيميه الثالثه من عندك ابو يزيد. ومن حسن الحظ ان تكون الجوله الثالثه من عندي بقصيده بهذه الروعه، قصيده مدهشه ومشرقه في عناوينها العريضه وفي تفاصيلها الدقيقه. سيف المجرب على وجه الوطى ما له حلايا صار من لا كبرة القلات تصغر تحت حده. جميل الفكرة وجميل الطباق كبرت وتصغر. القصيدة بشكل عام مثل ما قلت مدهشة لا بد الحدود، والأجمل أن شاعرها ختمها بنهاية مفتوحة على كل الفضاءات الجميلة. جاي سوق الشعر لك يا سيدي سوق المطايا وده يوضح غلاك وده يوضح غلاك وده وده وده. وطبعا تكرر الكلام هذا يفيد كل هذه المشاعر اللي تجيش في صدور الجميع ولكن تخذلها اللغة ولا يخذلها الحب. شكرا الله يعطيك العافية. أبو يزيد شاعر حمد الأسعدي تفضل. والله هي القصيدة رائعة محبوكة حبكة شاعر صح لسان شاعرها ويشكر عليه لهبيات جميلة استهلال جميل جدا. الهجوس اللي لها مدة تداحم في الحنايا أود يسرج خيلها في أرض الخيال المجري هده لينا وردها قرع حلمة مثل ورد الضماية وبهج اللي باح صبره من عناه وباح سده. جميل كل بيت فيها أحسن من الآخر ودي أقراها كلها لكن فيه بيوت جميلة صراحة. فزعت اللي من زمان البين جار له زرايا شال ما لا يستطيع لين جور الحمل هده. في بحر جودك يموت الفقر وديود العطايا وفي بحر عطفك يطيب الجرح من جزره ومده. في كلام جميل تشبيه الجزر والمد في الجروح يعني اعتقد ان انا صوره شعريه جميله جدا يعني. يا اخي البيوت كلها جميله جدا والله اني انا ما ادري ايش اقول لشاعرها من اقول صح لسانك الف مره. وهذا الشعر اللي احنا نحتاجه ولا ودي اخذ ابيات عشان ابو ممدوح بعد ما يقول ابو ماجد. شكرا صح لسان شاعرها. شكرا جزيلا تفضل يا ابو ممدوح. يعطيك العافيه ابو ماجد ما قصرت. قلتها ويقولها شعبك ويهديك التحايا الله يتمم شفاك وعمرك بجوده يمده امين. بعدين جيتك سوق الشعر يا سيدي سوق المطايا ودي يوضح غلاك ودي وده يوضح غلاك وده وده وده. والله كلنا ودنا نقول ونوضح ونكتب ونقصد ولكن مهما قلنا ومهما ودنا ما رايح نحقق اللي احنا نبيه ولا رايح نوفي حقه صراحه. فأنا أقول قصيدة رائعة جدا جدا وكل المقاييس الصراحة. يشكر شاعره. شكرا شكرا لكم. تعرفنا على تحكيم القصيدة ونتشوق لمعرفة الشاعر أبو بدر. الشاعر علي بن غنيم بن جبرين المطيري. الشاعر علي بن غنيم المطيري الله يعطيك ألف عافية. قصيدة شامخة تستحق كل الشكر على القصيدة وعلى الشعور. أنا سعودي دائما رايتي فوق ساس العروبة وافخرني سعودي حب الوطن شرياني للقلب وعروق حبه بقلبي وارثه عن جدودي. أرواحنا من دونها نسوقها سوق
واثبت لي يا منحك عودنا بعودي الدار يا نشمي لها عدة حقوق ونحمي أحماها من جميع الحدود عهد علي في وفى الدار ما بوق علما مؤكد ما يباله شهودي وبقدوم من جاني أنا علم ما ثوق متى على الله يم داره يعودي رعى الكرم فالمد ما هو ملحوق يعطي ولا يحسب الصرف النقودي ما يكنز الأموال في جوف صندوق يا مربها للي نصاهم حدودي غيث اليتام أجعل ما يلحق عوق عون الأرامل مسند الكل عودي سوات غيثا فيه همال وبروق في كل يوم فوق لما يزود لمنجزات بالوطن زادت فروق عن غيرها تفرق بكل الجهود تحفيظ قرآن على كل منطوق يجيلها من كل دولة وفود شيد معاهد زادت العلم بشروق فيها رموز العلم ترقى سنودي وفالطب له مجهود ما هو مسبوق مواكبه للعصر طول العقودي واختامها صلوا على خير مخلوق عد الحجيج وعد ما هب نودي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شكرا يا ابو بدر. تفضل يا ابو يزيد. اللهم صل على محمد. يبدو يا فهد ان ازعجنا الشعراء بكثره مطالبتنا لهم بالالتزام بالمحاور. نعم. فاخونا الشاعر هذا الله يعطيه العافيه حاول يتخلص منا. قسم النصل الى 5 أقسام وكل قسم حط فوقه عنوان عريض يعني 5 أبيات في الوطن، 5 أبيات في خصال سمو ولي العهد. 5 أبيات في منجزات سيدي ولي العهد. لأن أبو ممدوح أشغلهم أبو يزيد كل ما هذا قال ما استوفت الشروط. ما استوفت لذلك الشروط. لذلك يعني الرجل اجتهد واجتهد يعني كان بالإمكان الاستعاضة عنه لأنه من المعضلات توضيح الواضحات يعني الشيء قدامنا واضح واجتهاد يعطيه العافية. والقصيدة بشكل عام جيدة مع الكثير من الملاحظات اللي أصبحت مكررة من كثر ما قلناها. شكرا الله يعطيك العافية أبو يزيد. تفضل أبو ماجد. والله بقول لأخوي أبو يزيد هو شافنا كلنا لابسين مناظر حب يأكد علينا أنه لازم الواحد يشوفها زين. قصيدة جيدة جدا أشاد شاعرها أجاد شاعرها وجاب أغراض المسابقة يشكر عليها وأتمنى لها التوفيق. شكرا أبو ماجد. تفضل أبو ممدوح. ما دام أنه جزاها لهذا التجزئة لمن عندي درجات زيادة هنا على هالتوضيح الزايد. فالحاجه احنا بحاجه توضيح لانك انت شغلت ابو ممدوح الله يجزاك بالخير. طبعا ما ملومه ترى شوف كل واحد له مناطق قصيده جيده ويشكر شاعرها. شكرا لكم جميعا. تعرفنا على تحكيم القصيده، نتعرف على اسم شاعرها. شاعر عيسى ابن علي ابن دخيل الله الثبيتي. عيسى ابن علي الثبيتي الله يعطيك العافيه. وصلت قصيدتك وشعورك. بعد استعنت بهاجسي قلت واخترت قافا ثمينا من الضمير ابتكرت شاعر اللي جا واجبي ما تأخرت والشاعر لا جاب الوطن ما ذخرت وان قلته بقادات الوطن ما تأخرت ما تخيرت فيهم يزين البيت لا من صخرت يوم بسلامة والي العهد بالشرت سجدت للرب الكريم وشكرت لولي جناح من الفرح لسه ما طرت من فرحتي دمع المحاجر نثرت سلطان مهما عن مزاياك عبرت فضلك تشيب القافية ما حصرت قدوتك عبد الله على منهج السرت ما عطيت الشور ولا استشرت بالفكر والتخطيط للجيش طورت درع الوطن هو الأهم اعتبرته وإن جاء مجال البادرة خير بادرت ولا حسبت ما أعطيت وخسرت وإن جاء مجال البادرة خير بادرت ولا حسبت ما أعطيت وخسرت غيثا على الدار استهليت وامطرت ونبت الربيع بكل بقعة بذرت في صالح الأيتام كم بيت عمرت خيرك على كل المناطق نشرته وكم مريض طاح لدواه وفرت وكم قام مشروع بامر ومرته ويا ما سألت وللمحاويج دورت
والفقر باليمن الكريمة قبرته، ومهما كتبت من القوافي وسطرت، ما ظن يكفي سيدي ما ذكرته، يشهد علي الله ولا يوم فكرت انسى فضل سلطان ولا نكرت. الله يعطيك العافية أبو بدر. شاعر مشعل الفوازي تفضل. حقيقة قصيدة رائعة جدا، من القصائد النبطية المكتملة، فيها الكثير من مكامن الجمال والروعة. القافية موقفة على 3 حروف صعبة إلى حد كبير، لكنها ما تصعب على شاعر يكتب بهذه الاحترافية المذهلة. قصيدة إلى أبد حد جيدة. شكرا شكرا، الله يعطيك العافية. تفضل أبو ماجد. القصيدة رائعة، أجاد شعرها فيها أبيات جميلة، وهذا يحسب من السهل الممتنع. أشكر شاعرها وصح لسانه وأتمنى لها التوفيق. القافية تكلمنا عنها زي ما قال أخوي أبو يزيد، لما تكون صعبة وعلى 3 حروف ما يبحر فيها وينتج فيها إنتاج جميل وتجيك بها الصورة إلا من شاعر محترف، وأنا أعتبر هذا شاعر محترف وصح لسانك يا شاعر. شكرا لك شكرا. تفضل أبو ممدوح. قصيدة جيدة جدا، ولا عندي عليها أكثر من تعليق الزملاء، والحقيقة يستاهل التعليق الجميل، وقصيدته جيدة. شكرا. تعرفنا على التحكيم الله يعطيكم العافية، والآن نتعرف على اسم الشاعر. حمد بن سالم بن معوض العنزي. شاعر حمد بن سالم العنزي، الله يعطيك ألف عافية، وصلت القصيدة وتستحق كل الإشادة وكذلك شعورك. حنا على العوجة ولا بهم روات، شرب المصايب مثل شرب الفناجين، للمملكة يبقى لها شام خدات، درى السعود وحلل البيت يا حليل. حنا على العوجة ولا بهم روات، شرب المصايب مثل شرب الفناجيل، للمملكة يبقى لها شام خذات، درى السعود وحلل البيت تحليل. لو مات أبو فيصل ترى البيت ما مات، للقول فعل وللزعامة ريجيل، حكام شرع الله زحول المهمات وأهل السيوف المرهفات المصاقين. غل المشاعر للوطن مستعدات، في سيدي سلطان مثل الهماليل، أتعبتنا الأنظار بين المحطات، وتاب على خبار موجز وتفصيل. والشربها نايف بقولة سهلات، واستبشرت منها الضلوع المناحيل، يالله عساها يا ابو خالد سلامات، ويجعل مصابك طهور وتساهيل، تدعي لك الايتام في كل الاوقات، وتدعي لك الشيبان في تالي الليل. اكبر دليل انسان للعالم اثبات، وعطفك على المحتاج وعناية الجيل، لك مادة ما تنحصي بالسجلات، ولك سطوة من هالعدا ذاقت الويل، يمينك تشهد المزون الغزيرات، ولي عهد المملكة عادل الميل، أتعبت رجلك في طلوع المنيفات، حتى تعلت بك عن الجدي والسهيل، كل المعاني في سموك كريمات، مثل الجزايل في حسين التماثيل، واختامها مني صلاة وتحيات على النبي الهاشمي خير ما قيل. شكرا أبو بدر، شكرا جزيلا. تفضل أبو يزيد. حقيقة قصيدة مكتوبة بموهبة وذكاء وقدرة فائقة على التوظيف الشعري الجميل. حنا أهل العوجة ولا بهم راوات، شرب المصايب مثل شرب الفناجيل، تضمين البيت شهير، قائد أممي، قائد عربي عظيم، الملك فهد الله يرحمه. قصيدة كتبها تقريبا عام 1385 عندما كان يتعالج في لندن، وجهها للأمير فهد بن سعد. أذكر منها يقول: يا أخو فهد، صارت على أخوك غارات، شهرين أقاسي من شديد الغرابيل، سوى المرض يحمل على أخوك حملات، ولا في يدي حيلة ولا في يدي حيل، والله فزع من فوق 7 سماوات، ونحمد الله يوم صارت تسهيل. ما ينفع الخايف والأيام عجلات، الخوف ما ينفع ولا القال والقيل، حنا أهل العوجة ولا بهم روات، شرب المصايب مثل شرب الفناجيل. طبعا يدور الزمن وتتكرر المواقف، و
تبقى القامات الشامخة شامخة. هذا هو الأمير سلطان بن عبد العزيز الله يحفظه ويعيده لنا سالم معافى، يقف شامخ، شامخ بإيمانه بربه، شامخ بهذه القلوب الملتفة حوله، شامخ بنتائج عطاءاته ويديها البيضاء، يقف شامخ في وجه الظروف، والجميع ينتظر عودة الله يحفظه ويرده لنا إن شاء الله. قصيدة في منتهى الروعة، شاعر جميل، في بيت أتعبت رجلك في طلوع الميفات، طبعا ذكرني في بيت سمو الأمير خالد الفيصل الله يحفظه، في سمو الأمير سلطان أيضا، معلوم رجلك لو شكت كايد الكود أتعبتها ترقى سنود المعالي، تشابه جميل ويضيف للقصيدة. ولا أقول إلا مثل هذا هو الشعر اللي نرغبه. شكرا شكرا، الله يعطيك العافية أبو يزيد. تفضل أبو ماجد. والله هي قصيدة رائعة وجميلة جدا، أبو يزيد ما خلانا تعليق أكثر من اللي هو قال، لكن برضو الاستهلال جميل أعيد عليها مرة ثانية. حنا أهل العوجة ولا بهم رواد شرب المصايب مثل شرب الفناجيل، بيت مشهور ومقوسه صاحب القصيدة اللي حاطها بين قوسين، واستهلها استهلال جميل جدا. والله كل الأبيات جميلة، بس ما ودي أرجع أعيد الأبيات كلها، لكن أقول لها الشاعر صح لسانك وشاعر مقتدر ومتمكن، وهذا الشعر اللي حنا نريده، وصح لسان ألف مرة. شكرا شكرا أبو ماجد. تفضل أبو ممدوح. والله الحقيقة كنت من البداية هنا أتمنى أن هذا الجولة هذه تكون عندي علشان هذه القصيدة، ولكن عند أبو يزيد كانها عندي، ونفس اللي حكوا عنه هو اللي كان في الخاطر، وأعتقد شرحهم كافي. لو مات أبو فيصل ترى البيت ما مات، للقول فعل وللزعامة ريجيل بالفعل. نعم. والحقيقة شاعرها أنا أهنيه بهذه الفكرة اللي حطها في رأسه، وأكمل على هذا بني هالقصيدة على هذا البيت، وأشكره شكرا جزيلا. شكرا شكرا، الله يعطيكم العافية. بس في توضيح بسيط أو سؤال، الشاعر أنا يعني السؤال هذا بسأله أبو ماجد، أعتقد أنه ذكر أكبر دليل إنسان، وأعتقد أنه يقصد جمعية إنسان، جمعية إنسان رئيسها الفخري اللي هو الأمير سلمان بن عبد العزيز الله يطول عمره، يمكن التبس على الشاعر ما بين جمعية الأمير سلطان الخيرية وجمعية إنسان للأيتام لرعاية الأيتام. أنا بستوضح منكم يعني، يعني كلهم الله يطول عمرهم كملين البعض، أي ما في شك، ما في شك يعني. أي نعم. فأعتقد أنه جاب على أساس أن للتوضيح، وأنه الأسرة كاملة يعني أنهم الأمر هذا مهتمين فيه. نعم. يعني السلطان أو سلمان كلهم مكملين البعض. نعم. وعسى الله يحفظهم إن شاء الله. والأمير سلمان يعني ما تكلم عنه إلى الأبد، وتكلم عنه على موقفه المشرف. صحيح. ولو ما هي غريبة عليهم المواقف هذه، لأنهم هم 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 قادتنا وهم قدوتنا في نفس الموضوع هذا. ما في شك. وإحنا نهيب للناس كلهم أنهم يصيرون يقتدون بهالناس اللي كيف العاطفة بينهم وبين الأخوة، وترك المسؤوليات كلها لأجل هالوقفة الجميلة. الله يطول عمارهم ورجعهم بالسلامة. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا. تفضل تعرفنا على التحكيم. الشاعر. اسم الشاعر المدهش نقول. حمود بن زايد العية الدلبحي. الشاعر حمود بن زايد الدلبحي، الله يعطيك ألف عافية على هالقصيدة الشامخة، تستحق كل الشكر وكل الثناء. تمادي يا حروف الشعر في بالي ترى لك عام، غيابك ما غياب النادر اللي غايب عنا، وانا ما سامحك لما هتفلي بيرقك قدام، ترى هذه خيام المفردات اتمس وتبنى، وانا ما سامحك لما هتفلي بيرقك قدام، ترى هذه خيام المفردات اتمس وتبنى، مقام الفرحة اليوم بصدري مرتميه وسام، غنت له مواويل القصيد وخاطري غنى، أمثل لي وطن في حب من حبه غلا وهيام، ونفس الشعور بعطف المشهود بدنا، ولي العهد خو صقر العروبة عضدها المقدام، يمين في المواقف والنخاه الحمل ما ونا، لك حمد الثنا والشكر يا رب السما العلام، بعد شفيت أبو خالد وكل جاي بشرنا، سنة نرقب رجوعه كل ليل نتابع الاعلام، وبعد شفناه مستقبل ابو متعب تطمنا، انا في ذمتي ذمه اقوله والعباد صيام، دموعي سابقتني يوم ابو متعب عنا عنا،
يزوره بالنيابة عن جميع الشعب، وهو انقام نقام عنه في الشعب السعودي يوم مثلنا. عساكم في ذر الرحمن من حاسد ومن نمام، شهادة حق منكم في وفى الإخوان، شهادة حق منكم في وفى الإخوة. تعلمنا وطن اللي حماه الله بكم يا نصرة الإسلام، نعيش برغد هالوافر ومن خير تظللنا. خطاك الباس يا أمير المكارم والد الأيتام، ليمنا ذكرنا كل ماقف إن تكلمنا، تعوضهم حنان الأبو ولن تبتحسب الأرقام. وصيفك السحاب المنهمر لا راعد اهدنا، بنيت المدن في خدمة عليل يشتكى للسقام، وعطيت اللي شكى حاجة بلي قيد أو منة، لو اني جيت بعدد وسجل جفة الأقلام. مكارم كالبحر لو تغرفه جاك البحر منه. شكرا، يعطيك العافية أبو بدر. الشاعر مشعل الفوازي تفضل. وانا ما سامحك اما هتفلي بيرقك قدام، ترى هذه خيام المفردات تمس وتبنى. جميل جدا. ايضا وانا في ذمتي ذمه اقولها والعباد صيام، دموعي سابقتني يوم ابو متعب عنا عنا. جميل هذا البيت، جميل بقيمتها الانسانيه وقيمتها الشعريه، وفي الجناس غير التام في عنا وعنا. أيضا ختام القصيدة كان مسك، بيت أجمل من جميل. فقط يعني كلمة لأخوي الشاعر، أنت يعني أول 5 أبيات ألزمت نفسك بالقافية معينة، عنا وتبنى وغنى وبادنا ما ونا، وبعدين طلعت. فيفترض أنك خلاص طالما أنك أول 5 أبيات مشيت على قافية معينة، هي بالفعل صعبة، لكن طالما أنك ارتضي وانت طبعا تكتب هالقيمة الشعرية ما راح تصعب عليك. عموما هذا ما ينقص من مكانة الشاعر وقصيدته، والقصيدة مبهجة لحد بعيد. شكرا، شكرا ابو يزيد. تفضل ابو ماجد. والله القصيدة جيدة جدا، اشكر شاعرها على الشعر والشعور. صح لسانه، صح بدنك، الله يعطيك العافية. تفضل ابو ممدوح. جيدة جدا، وتمنيت لو شاعرها التزم بالقافية في العجز مثل ما اشار له اخوي ابو يزيد، ولكن قصيدة صراحة جيدة جدا. شكرا، الله يعطيكم العافية. تعرفنا على تحكيم القصيدة، نتعرف على اسم الشاعر أبو بدر. الشاعر سعود بن سواري المسعودي. الشاعر المعروف أيضا سعود بن سواري المسعودي، الله يعطيك ألف عافية، وصلت القصيدة ووصلت مشاعرك. يا المملكة يا ديرتي درة الكون، مقر بيت الله ومسجد نبيه، البيت فيه تسب قدرة الرب مصيون، ما دنسوها أهل النوايا الردية، أمة محمد يم شطره يصلون، ومن يطلب الغفران يقصد مجية، الناس تعبيرا عن الحب يهدون، وانتي خذي شعري وروحي هدية، أخذي مشاعر عاشق فيتس مفتون، محبته بخلاص وصله قوية، هذا ولاي ولا تقولين وشلون، حبت شربته من صدري عربية، يا حميت من خلقه البيت يحجون، وتبقين في حكم السعود محمية، في حكم من هم بالشريعة يحكمون، ويحاربون الظلم والعنصرية، ويا المملكة زفي تغاريد والحون، واستبشري بقدوم صاف السجية، سلامتك يا عون من يطلب العون، ماجور يا راعي كفوف الندية، سلطان خير وللوطن درع وحصون، حجاج انطليد وراحتنا حاتمية، بوامرك تصرف مبالغ ويا بنون، مساكن تمنح لشعبك عطية، وياكم رهين من ورا الباب مسجون، أنهيت موضوعه ونسي القضية، كل من فضلك يا أخو سلمان مديون، يا سيدي يا جزاك رب البرية، تسلم وحاكم نجد يا أمير ما يهون أبو فهد مواقفة فيصل. شكرا، الله يعطيك العافية أبو بدر. أبو يزيد.
كلنا بفضلك يا أخو سلمان مديون يا سيدي، يجزاك رب البرية. تسلم محاكم نجد يا أمير ميهون، أبو فهد مواقفة فيصلية، بيت رائع وختام، بيتين رائعات وختام جميل جدا، القصيدة جيدة من 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 مواضع جمالها هذا ولاي ولا تقولين وشلون حبك شربته من صدر يا عربية، كلام جميل جدا. قصيدة مثل ما قلت جيدة. أمة محمد يم شطره يصلون، طبعا يم بمعنى شطر بمعنى نحو بمعنى جهة، يعني كل نفس المعاني، فطبعا هنا تكرار ما لها أي مبرر. القصيدة بشكل عام جيدة. شكرا، الله يعطيك العافية. مشعل الفوازي تفضل. أبو ماجد، والله أنا أشوف القصيدة رائعة رائعة جدا، وأشكر شاعرها على شعوره جميل. هذا الشاعر، الشعر متواجد في هذا النص، له أبيات جميلة. أمة محمد يم شطره يصلون، ومن يطلب الغفران يقصد مجيه. الإنسان لما في الحج والعمرة يتوجه إلى بيت الحرام، الله يجعلنا وياكم من زواره ويحفظه تحت هرقاده العظام. الناس تعبيرا عن الحب يهدون، وانتي خذي شعري وروحي هدية. جميل كلام الشاعر، يعني أخذي مشاعر عاشق فيك مفتون، محبة بخلاص وصل وهوية. نعم. والله لو بعيد البيوت هذه عيدها كلها، يعني ما فيها بيت نقول هذا بيت ما هو جميل. صح لسان شاعرها ألف مرة. شكرا شكرا أبو ماجد. تفضل أبو ممدوح. قصيدة جيدة جدا، وتطرق شاعرها كل ما يلوق بالذائقة الشعرية صراحة. سلامتك يا عون من يطلب العون، مجور يرعى الكفوف الندية. فعلا كفوفة ندية، والله يمتع بالصحة، وأقول صح لسان راعي القصيدة. الله يعطيكم العافية. تعرفنا على تحكيم القصيدة، ونتعرف على اسم الشاعر. شاعر منيف بن مطلق بن عمار العتيبي. شاعر منيف بن مطلق العتيبي، الله يعطيك العافية. وصلت القصيدة، تستحق الإشادة، شكرا لك ولشعورك. أنا تعودت كذا على طول، ما يحتاج. تفضل. لا أبد، تفضل. الشاعر بحر فيه لولو ومرجان، واخذت من مرجان بحرها حروفه، في ديرتي ختم النبوة والأديان، يا كوثر الأرض ومنابع طيوفه. يظل عبد الله في ظل سلطان، أن على كل العادي يشوفه. يا موحد الدولة على جيش وحصان، يا معجز التاريخ يصعب وصوفه. لو ندعي الرب الملا سر وإعلان، ما نجزي العبد العزيز معروفه. يا من يبشرنا متى يعود سلطان، سلطان ابن عبد العزيز ونشوفه. نحمدك اللي فرض خمس الأركان، اشفاه من بعد المرض والكلوفه. سلامتك تنشر على راس ما بان، يا شيخنا اللي بالوفا من يطوفه. برواحنا نفداك يا طير حوران، ودونك نسوق النفس ما هي حسوفة. يا متعب الرجلة وفكره، علشان دينه وشعبه ما يشوف الحفوفة. وغيث عليهم مثل همال الأمزان، والحمل عنهم شايلات اكتوفة. يا ماثق الأرقاب في وقت الأحزان، ويا فزعة اللي قام همه يلوفه. يا ابو اليتامى والارامل بليهان، في حجة الوقفات يثبت وقوفه. يا حاني الراسه على كل مرضان، يعطيه مما له من دم جوف. شكرا، الف شكر يا ابو بدر. طبعا هذه القصيدة الاخيرة في الجولة الاخيرة من هذه الليلة. تفضل ابو يزيد. لو ندعي الرب الملا سر وإعلان، ما نجزي العبد العزيز معروفة. صدقت أخوي، ولكن هذا لا يمنع من الاستمرار بالدعاء لهذا الرجل العظيم، الذي كل ما نرفل به من أمن وخيرات يعود لله عز وجل ثم له. القصيدة جيدة بكل ما فيها من شعر ومن مشاعر، ويشكر صاحبها. شكرا لك أبو يزيد. شاعر حمد الأسعدي تفضل. والله قصيدة جيدة، شعور شاعرها جميل. نحمدك اللي فارض من خمس الأركان، أشفاه من بعد المرض والكلوفة، والحمد لله على ذلك.
برواحنا نفداك يا طير حوران ودودك سوق النفس ما هي حسوفة، وهذا شعور كل إنسان في هالوطن. نعم. دون هالوطن ما في أحد بي يختفي عن موقفه، ولكن وصح لسان شاعرها والله يوفقنا وياه. شكرا شكرا يا ابو ماجد. تفضل ابو ممدوح. الشعر بحر فيه لؤلؤ ومرجان، واخذت من مرجان بحره حروفه. ما قصرت واجدت، وصراحه مشاعر شاعر وقصيده جيده جدا. تمنيت انه ما كرر فيها بيتين، ولكن طبعا جماليه الشطر اجبر ان يكمله، وانا اشكره على مجهوده الشعري. شكرا شكرا لكم. تعرفنا على التحكيم يا أبو بدر. اسم الشاعر عوض بن خالد بن وسمي الزنغوب. عوض بن خالد الزنغوب، الله يعطيك العافية، وصلت قصيدتك ووصل شعورك، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم. أنا سعيد جدا أني أرحب فيكم وأشكركم في كل حلقة، فالشكر موصول لكم أعضاء لجنة التحكيم، ابتداء بالشاعر حمد الضحيان الأسعدي، شكرا جزيلا لك. مشكور يا أبو صقر، وما قصرت والله يعينك على الوقفة من أول البرنامج. شكرا شكرا الله يعطيكم العافية. الشاعر زيد بن سلمي من طيري، شكرا جزيلا لك يا أبو ممدوح. العفو يا أخ فهد، وأشكرك والله يعينك على هالوقفة. شكرا شكرا يعطيك العافية. الشاعر مشعل الفوازي، شكرا جزيلا لك يا ابو يزيد. شكرا يا ابو صقر. شكرا. واخيرا وليس اخرا، محمد بن مخلد الذيابي، الف شكر يا ابو بدر. لا شكر على واجب طامرك. شكرا. انا على الوقوف ايضا. شكرا شكرا الله يعطيك العافيه. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على متابعه هذه الحلقه 15 من المسابقه الشعريه الكبرى سلامه سلطان، تحت رعايه صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن سلطان المستشار بديوان سمو ولي العهد، أقول رعايته ودعمه. حتى الملتقى في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة انت طول الغيم وعذوق النخل والطير، تزف بالشموس من النفوس الشيخة الغالي. مسكنا في حياتي.